بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، محامين الجيزة، لا أقول شمالا ولا جنوبا، ولكن الجيزة التي أعرفها هي وجوهكم جميعا، فأنا عاصرت منكم أجيال عندما كانت الجيزة في الكتكات وفي شارع السودان وفي إمبابة قبل المباني الجديدة والضخمة، عندما كان يسود بين المحامين الحب والتقدير، كنا نرى وكانت النقابة تعيش في مناخ عائلي وفي مناخ إنساني واجتماعي. كانت هناك قيم ما زلنا نعليها ونرفع من قدرها ونؤكد عليها. كان الزاما علينا كما قال اخي النقيب البهنساوي ان التكريم الان لن يكون فقط لمن توفاهم الله، بل يجب ان يسند الى زملائنا اللي ادوا وابلوا بلاء حسنا في حياتهم وفي وجاهتهم لكي يقدموا نماذج التقدير والدرس والعبرة والاعتبار. من أجل هذا حرصنا على أن يكون التكريم تكريما شاملا لمن يؤدي ومن يعمل. أيضا كانت نقابة المحامين وسوف تظل تحاول أن تؤدي إلى أبنائها ما يمكن أن تؤديه من أجل تمكين المحامي من أن يقوم بواجباته ورسالته على أكمل وجه. فأنا من جيل كنا نتحدث في التسعينات عن معاش 240 جنيه في السنة في الشهر، 240 جنيه. في 2001 رفع إلى 700 جنيه، ثم 1600، ثم اعتبارا من يناير الحالي للعام الحالي أصبح 2000 جنيه قابل للزيادة بنسبة 5% كل سنة دون تدخل. قد يقول البعض هذا قليل، وأنا أقول أيضا أن هذا قليل، لكن هناك مفارقة ومغايرة في قراءة الأرقام. ليس فقط ما رفعناه في الحد الأقصى، بل أيضا إلى الحد الأدنى الذي وصل إلى أكثر من 750 جنيه حدا أدنى للمعاش. معاش الدفعة الواحدة اللي حده الأقصى 100,000 جنيه، زيادة جميع المعاشات السابقة القديمة بنسب تتراوح من 30 إلى 40% وبشكل دور بعيدا عن الإعانات وبعيدا عن المنح، ليصبح معاشا ثابتا لحق أبنائنا الذين غادرونا وتركوا بيننا أمانات. لم نكتفي بهذا، شهد العلاج أيضا طفرة غير مسبوقة لتكون نقابة المحامين أعلى نقابة مهنية تؤدي خدمات طبية لأبنائها، فرفعنا سقف المساهمة في زراعة
الكبد إلى 150,000 جنيه، والكلى إلى 50,000 جنيه، والقلب المفتوح إلى 50,000 جنيه، والكنسر إلى 50,000 جنيه. وأيضا أدخلنا العلاج على نفقة الدولة ليسير جنبا إلى جنب مع علاج النقابة، من أجل أن يستفيد المحامي بميزة أكبر أو مضاعفة أو أعلى. والقادم بإذن الله مشروع جديد بزيادات جديدة، بعضها اختياري لمن يريد أن يجمع بين أكثر من معاش وأكثر من ميزة علاجية وأكثر من تأمين، وبعضها ثابت سوف نعلن عن تفاصيلها في حينه عندما تكتمل الصورة وعندما يكتمل البناء. نقابة المحامين خاضت أكبر معركة للدفاع عن المحاماة، وأنا أسميها معركة هذا الجيل. أنتم أصحاب هذه المعركة وأبطالها، جنودها وقادتها. معركة تنقية الجداول اللي خاضتها نقابة المحامين واللي ثمارها بدأنا نحصده الآن، بعد أن استبعدنا وحجبنا من لا يشتغل بالمحاماة لكي نبقي خدمات النقابة وأدوات النقابة وموارد النقابة للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا دون سواه. استطعنا أن نضبط الجداول عند حد معقول ومقبول. استطعنا أيضا، وأنتم كنتم الجنود والقادة، أن تساعدونا في منع التعليم المفتوح من أن يقتحم نقابة المحامين في أكبر هجمة شرسة دخلت على نقابة المحامين. ولم نستسلم للضغوط المجتمعية اللي أحاطت بينا، الضغوط من أساتذة الجامعة اللي زرعوا نظام التعليم المفتوح بغير حق علشان يمرروه وينموه من أجل زيادة مدخلاتهم ومواردهم، فيخلقوا أفشل نظام تعليم في العالم هو نظام التعليم المفتوح، ليساووا في المؤهل العلمي بين مؤهل التعليم المفتوح وبين المؤهل التعليم الأساسي الذي نتعلمه في الجامعات. نسوا وتناسوا كثير من القواعد. استطعنا أن نوقف وأن نرد هذا العدوان وأن نوقف أصلاً التعليم المفتوح على الأقل فيما يخص نقابة المحامين. وقلنا وما زلنا نقول أن نقابة المحامين لن تكون جراشاً لحملة لسانسات معادلة أو غير معادلة من أجل زيادة عضوية نقابة المحامين ومن أجل تفتيت نقابة المحامين. نقابة المحامين كما عبرت في أكثر من مكان، مش الجراج ومش الحيطة المايلة. ولما أساتذة الجامعة يرفضوهم ولما النيابة ترفضهم فليس كثيرا على نقابة المحامين أن ترفضهم. نقابة المحامين مش أقل شأنا من النيابة ولا مجلس الدولة ولا الجامعات ولا المؤهلات العلمية المتاحة. نقابة المحامين هي النصف الآخر من العدالة، هي الشريك الآخر للعدالة. هذه الشراكة ليست لغوا ولا جملا منمقة، وإنما حديثا في الدستور، فصلا في الدستور، فصل اسم المحاماة في دستور مصر. لم يسبق لأي دستور في العالم أن ذكر المحاماة في فصل مستقل إلا الدستور المصري الذي ساهمت نقابة المحامين في صناعته في لجنة الخمسين. دستور نص على أن المحاماة مهنة حرة، المحاماة مهنة حرة بنص الدستور، تشارك السلطة القضائية بنص الدستور في تحقيق العدالة بنص الدستور وسيادة القانون بنص الدستور وفي كفالة حق الدفاع وبنص الدستور أيضا أن دعم المحاماة
دعم المحاماة ورسالتها هي تأكيد كفالة حق الدفاع في الدستور. هذه القيمة اللي احنا حرصنا على أن نزرعها في المجتمع لكي نحافظ على محاماة قوية شامخة، محاماة قد تصاب بالمرض، قد تمرض، ولكن محاماة لا تموت ولن تموت. نتعرض لهجمات كثيرة من داخلنا ومن خارجنا، ومع ذلك بقيت المحاماة، وسقط من عاد المحاماة، سقط كل من عاد استقلال نقابة المحامين، من أول أنور السادات وحسني مبارك ومحمد مرسي وأي حد هيهوب ناحية نقابة المحامين هنسقطه، مش هنسيبه. انت كانت في ناس كتيرة طلعنا قانون يجيز القبض على المحامي في المحكمة دون أي التفاف أو التفات لحصناته الموجودة في قانون المحاماة، وأسقطنا القانون، وأسقطناه بجمعية عمومية لم يكن لنقابة المحامين في ذلك الحين نقابة، لمن يذكر ولمن يتذكر. انعقدت نقابة المحامين أو انعقدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين وقررت إسقاط هذا القانون، وقد حدث. والآن نعد مشروعا جديدا للمحاماة فيه تعزيز ما تعزز في الدستور، وفيه تأكيد الكفالات والحصنات التي منحت للمحاماة أمام المحاكم لكي تنصرف للمحامي أمام جهات الاستدلال وأمام جهات التحقيق بذات القيمة. فلا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا حتى في حالة التلبس في جرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات على كل هذه الجهات. ده الجديد في قانون المحاماة. الجديد في قانون المحاماة هو حماية المحامي الذي يؤدي واجبه عندما يكيد له الخصوم بلاغات كيدية، فيقبض على المحامي ويحتجز المحامي من أجل أن يعرض على ذات النيابة وعلى ذات التحقيق. الآن في المشروع الجديد إذا قدم بلاغ ضد محامي أثناء أداء واجبه لا يجوز القبض عليه، ولا يجوز احتجازه، ولا يجوز حبسه حتى احتياطيا، وإنما يقدم بلاغ للمحامي العام الأول للاستئناف المعني من أجل أن يحقق ما يحققه، فإن تأكد البلاغ وإن صح اتخذت الإجراءات الجنائية، وإلا فيخلى بين المحامي وسبيله في أداء رسالته في الدفاع عن واجباته المهنية المختلفة. هذا المشروع يحمل أيضا ميلاد أكاديمية للمحاماة، أكاديمية للمحاماة. هذه الأكاديمية سوف تكون المعاء الذي يسبق نقابة المحامين. لن يدخل نقابة المحامين إلا من يجتاز هذه الأكاديمية بعد الحصول على الليسانس وبعد الحصول على المؤهل العلمي اللازم من هذه الأكاديمية. سوف يكون اعتبارا من 2022 لن يدخل نقابة المحامين إلا الحاصل على الماجستير المؤهل من أكاديمية المحاماة لعضوية نقابة المحامين تحت التدريب. سوف يقبل المحامي بهذا المؤهل، بينما غيره يمكن أن يقبل حتى في القضاء بغير هذا المؤهل. هذه القيمة أضفناها للمحاماة وللمحامين من أجل أن نعزز دور المحامين في أداء واجباتهم وفي أداء رسالتهم الدستورية والوطنية والتاريخية. المحاماة كما أقول وقلت وأكرر ولن أمل، المحاماة ليست حرفة وليست وظيفة وليست مهنة ككل المهن. المحاماة رسالة للدفاع عن كل المجتمع، عن كل قيمه، عن كل تقاليده، عن كل معطياته أفرادا وجماعات. نقابة المحامين هي الدرع الذي يحمي المحاماة، وهو الذي يؤكدها، وهو الذي يرسخ أحقية المحامين في أن يؤدوا ما عليهم من واجبات تجاه وطنهم وتجاه مجتمعهم، وأن لا يتخلفوا عن أداء الواجب عندما يكون الواجب واجبا مستحقا
فعلينا أن نؤديه. لذلك نحن لا نهرب من المواجهة ولا نخاف من المواجهة ولا من الانتقاد. عندما هاجمني البعض في يوم من الأيام لأني قابلت رئيس سوريا الرئيس حافظ الرئيس بشار الأسد، قلت الآن وبعد أن استبانت الحقائق وبعد أن أصبحت سوريا وبشار الأسد في كفة وإسرائيل وأمريكا وقطر وتركيا في كفة، فأنا مع سوريا ضد إسرائيل وضد أمريكا وضد قطر وضد تركيا. هذه قضية واضحة لا لبس فيها ولا التباس. أيضا يحاول البعض أن يبعد دور المحاماة والمحامين عن أداء واجباتهم. إحنا داخلين على تعديلات دستورية قادمة، هذه التعديلات إحنا مش هنقول رأي مسبق فيها، هنفتح الحوار لكل المحامين في كل النقابات علشان تكون تقول رأيها فيها. إذا وافق المحامين هنقول المحامين بتوافق، وإذا رفض المحامين هنقول المحامين بترفض. مش هنجبر حد إن يقول رأي معين، لكن من حقنا إن إحنا نناقشها ومن حقنا إن إحنا نقول رأينا فيها جملة وتفصيلا. هي دي الواجبات الحقيقية. الهروب من الالتزامات أو الموقف المسبق منها ده هروب غير مستحق، هو هروب لا يقوم به المحامي ولا المحامين، وإنما علينا أن نؤديه لأنه استحقاق، استحقاق تاريخي واستحقاق حضاري واستحقاق آني. عليكم أن تؤدوه وعليكم أن تلتزموا به. أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لكن أؤكد مرة أخرى أن المحاماة بكم. وعندما انتصرنا في 15 يناير في معركة التعليم المفتوح، أنا انتصرت بحضوركم وبمساندتكم وبموقفكم وبتأييدكم، ليس في الجيزة فقط ولكن على مستوى الجمهورية. كان يوما مشهودا وكانت معركة مشهودة، ونسطر بما حدث في 15 يناير تاريخا يضاف إلى تاريخنا المشرف في المحاماة، أن المحامين في يوم من الأيام لم يتراجعوا ولم يتخذلوا ولم ينهزموا، وإنما واجهوا وانتصروا بإذن الله. عاشت المحاماة لنقابة المحامين، وعاشت نقابة المحامين للوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.